بتوحيد الربوبية. أما توحيد الإلهية فإن الله تعالى فرد استحق العبادة دون غيره من سائر المخلوقات، فلا يجوز صرف شيء مما يجب صرفه لله تعالى في جانب العبادة والتأله إلى غير الله عز وجل، ومن صرف شيئا وجب صرفه لله تعالى في هذا الباب فإنه مشرك الشرك الأكبر. فهذا إفراد الله عز وجل بالعبادة والتأله المبنيين على المحبة والتعظيم، أنت تعبد الله عز وجل وتسجد له وتضع جبهتك في الأرض ذلا وانكسارا لله تعالى مع المحبة لله تعالى. وربما لو حملك على ذلك آحاد الخلق ربما فعلت مع كونه شرك، ولكن مع البغض الشديد والسخط على من حملك على ذلك، ولكنك تفعل ذلك مختارا مريدا طائعا محبا متقربا لله عز وجل. فالعبادة هي كل ما يحب الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أن تتوجه أو يتوجه بها العبد إلى الله عز وجل مع التعظيم والمحبة، مع التعظيم والمحبة، الإجلال لله عز وجل والمحبة. فبالمحبة تكون الرغبة والرجاء، بالمحبة تكون الرغبة والرجاء، وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف، وهما جناح المؤمن اللذان يسير بهما إلى الله عز وجل، وبدون هذين الجناحين لا يمكن أن يسير السائر إلى الله تعالى. فلا بد للعبد المسلم أن يستحضر جانب الخوف من الله وجانب الرجاء من الله، فإن غلب الرجاء على العبد وترك الخوف أو قل عنده الخوف لفرط في جنب الله تعالى، لفرط في جنب الله تعالى. ولو غلب عنده الخوف على الرجاء في رحمة الله تعالى لا أيس من رحمة الله تعالى وقنط، وهل يقنط من رحمة ربي إلا القوم الضالون؟ قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا الرجاء ورهبا الخوف، فهما جناح المسلم. ولا ينكر أحد من أهل السنة ولا من أهل القبلة هذين النوعين من التوحيد، توحيد الربوبية، بل لم ينكره أهل الجاهلية الأولى، كانوا يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلقهم وسواهم ورباهم ورزقهم ودبر أمورهم وقام على شؤونهم، وهذا توحيد الربوبية، وما أنكر أحد من أهل الجاهلية هذا النوع. ولكن الذي أرسل الله تعالى به الرسل هو توحيد الألوهية، فبعد أن علموا أن الله تعالى هو الذي خلقهم وسواهم ورباهم وغير ذلك من سائر أوصاف الربوبية أشركوا بالله تعالى في جانب العبادة وجانب التأله، ولم يشركوا به في جانب الربوبية. فكانت المهمة الأولى لبعثة الرسل هو رد الناس إلى عبادة الله عز وجل. ولذلك من الخطأ الشنيع، من الخطأ الشنيع أن يعرف الناس توحيد الله عز وجل بالربوبية لا بالألوهية، فيقولون معنى لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، هذا تفسير خطأ لمعنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله إثبات أو نفي وإثبات، لا إله أي نفي الآلهة جميعا دون الله عز وجل، نفي الآلهة جميعا، إلا الله إثبات الإله الواحد وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وليس معناه لا رب ولكن لا معبود، والمعبود هو الإله. إذن لا إله إلا الله أي ليس في الكون إله يعبد بحق إلا الله عز وجل، إلا الله